طيب اهلا وسهلا بحضراتكم طبعا في البدايه، وهندخل في التفاصيل. والنهارده هنتكلم على ماتش بالميراس طبعا، في وده اللي يهمنا اللي جاي، لكن مهم كمان نطمن اكتر على حاله علي معلول، نطمن اكتر على اخر التطورات الخاصه بكهربا وبحسين الشحات، وده اللي هنعرفه طبعا في فقره الاخبار النهارده. خليني بس قبل ما ندخل في الاخبار وتفاصيلها اروح مع حضراتكم لماتش الدحيل. وفي العادي الحقيقه يمكن دايما لما بطلب من حضراتكم انا وساره انكم تختاروا افضل ثلاث لاعبين في كل مباراه الاهلي بيلعبها، بيبقى في حاله منافسه، يعني بيبقى لغايه يمكن اللحظات الاولى في اصوات او نقاط متقاربه جدا بين اللعيبه وبعضها، لغايه لما في ثلاث لعيبه في الاخر كده بيبتدوا يفرقوا شويه، وابتدي احس انه الثلاث اسماء دول هم غالبا اللي هياخدوا المراكز الثلاثه نتيجة تصويت حضراتكم. الماتش بتاع الدحيل ده كان في حالة غريبة جدا. المنافس أولا طبعا حجم التصويت تاريخي، يعني ما فيش مباراة لعبها الأهلي من أول الموسم خدت هذا الكم الكبير جدا من الأصوات، ويكاد يكون في ناس خدت أصوات حضراتكم في عملية التصويت دي وما دخلوش في الثلاثة الأوائل، رغم أن هم واخدين عدد نقاط كبير جدا يتجاوز عدد مرات فاز فيها لعيبه بمركز الاول. يعني امبارح الحقيقه التصويت او نتيجه التصويت كانت تاريخيه. في المركز الاول لاعب صاحب مستوى اكتر من رائع، ثبات في المستوى، قدره على انه يحوز ثقه زمايله في الملعب وكمان ثقه جماهير النادي الاهلي اللي حطت جنب اسمه لقب رجوله. في المركز الاول في ماتش الاهلي والدحيل كان كابتن ايمن اشرف نجم دفاع النادي الاهلي اللي فاز بثلاث نقاط قدر من خلالهم ان هو يتصدر بيهم قائمه الترتيب. اكيد طبعا ايمن اشرف يستاهل الحقيقه، لانه بقاله فتره مستواه ثابت جدا ومتالق جدا، لكن خليني كمان اقول لحضراتكم انه في المركز الثاني اللي حصل على اكثر تصويت طبعا هو كان اللاعب بدر بنون. الحقيقه يعني من اول مباراه ليه في النادي الاهلي في نهائي الكاس يعني مؤدي بثقه عاليه جدا، وكل جماهير النادي الاهلي بتشيد الحقيقه باداء بدر بنون. يا احمد خليني اقول لك، بالنسبه لايمن وبالنسبه لبدر هم فرقوا في الامطار الاخيره بس الحقيقه ايمن للمره الثانيه على التوالي، انا مش فاكر هو كان فاز قبل كده باكثر من يعني في اكثر من عمليه تصويت، لكن في مره هو فاز فيها بالمركز الاول وانا فاكر كويس جدا مباراه بيراميدز اعتقد ان احنا ما يمكن مباراه بيراميدز ما عديناش الاصوات لانه كان اكتساح فعلا. المره دي برده نفس الحكايه، ايمن فاز بالمركز الاول وما عملناش كاونت لانه الحقيقه ايمن الحقيقه واخد كم رهيب من الاصوات وكان واضح بشكل كبير جدا ان هو قدر يفرق عن بدر. خلينا بقى نروح للمركز الثالث. المركز الثالث طبعا وعن جداره واستحقاق طبعا كابتن الشناوي، الحقيقه يعني هو الحامي للنادي الاهلي ودرع النادي الاهلي في كل المباريات الحاسمه ومؤدي اداء قوي جدا، مش بس الموسم اللي فات، الموسم ده مباراه بايرن ميونخ امبارح الحقيقه كان يعني مرماه مهدد كذا مره ولكن قدر ان هو يشيل كذا كوره مهمه وصعبه. خليني بس اقول رغم انه ايمن اشرف وبدر بنون ومحمد الشناوي حسموا الثلاث مراكز الاولى، لكن كان في حاله اقتناع كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي بالدور اللي لعبه طاهر محمد طاهر وحسين الشحات الحقيقه وعلي معلول، وهم الثلاثه الحقيقه ثلاث نجوم كبار جدا قدوا مباراه كبيره جدا واستحقوا الحقيقه عدد كبير جدا من اصوات الجماهير، لكن للاسف طبعا في النهايات قدر ايمن وبدر والشناوي ان هم يحسموا الثلاث مراكز الاولى. بيجي بعديهم طبعا محمد مجدي قفشه بخمس نقاط، وبعد كابتن قفشه كابتن طاهر محمد طاهر بخمس نقاط، اللعب 10 مباريات مع النادي الاهلي، بعدين حمدي فتحي 4 نقاط، محمد شريف 3 نقاط، عمرو السولية نقطتين، وأكرم توفيق نقطتين، والشناوي نقطة واحدة. صحيح.